لحظات من الصمت الغالب، فالخطر المحدق أصبح على بعد خطوات، والفريسة أضحت سهلة المنال قبل أن يحدث ما لم يكن متوقعاً، وتهتز الصورة فلم يكتمل المشهد بسبب عباءة نسائية سوداء. فما هي القصة؟ رصد حركة غير اعتيادية أسفل مقره، فما أن تمكن من فعلته الغامضة الأخيرة حاول أن يعود إلى بيت أبيه فيخفي خطره ويستر نفسه، وابتعد عن قبضة الأمن التي كان قاب قوسين أو أدنى من حوزتهم قبل لحظات قليلة. اختفى الشبح بعد جريمته الأخيرة التي أثارت مزيدا من الجدل في أوساط المجتمع المسالم، لكنه لم يدرك أن الملاحقة ستأتي بهذه السرعة، ومكانه سيتم اكتشافه بهذه السهولة البالغة بعد حصار يطوق المنطقة كافة. حاول الجاني أن يفكر فيما يمنع عنه شر قوات الأمن، فاهتدى إلى وسيلة متكررة لفك ذلك الحصار الغامض. هيأ نفسه جيدا وبدأ تنفيذ خطته بهدوء رغم صوت دقات قلبه التي تسمع بوضوح. خطوات متلاحقة سريعة يظهر الارتباك فيها بوضوح على تحركات السيدة المنتقبة التي خرجت من المنزل المقصود. جاء بما لا يشتهيه الجاني الذي احتمى بملابس النساء فانكشف أمره. أكثر من 57 قيدا وطلبا للجهات القانونية بشأن جرائم أقدم عليها في كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية. وقفت حائلا بينه في أن يعيش حياة هادئة مستقرة في وقت قرر أن يعلق فيه حذاءه. ارتدى ملابس النساء وحاول الخروج من بوتقة وحصار قوات الأمن، لكن الأعين الساهرة في محافظة معاني الجنوبية رصدت أمرا غاية في الغرابة أوقع بالشاب الذي لم تسعفه حيلته الغامضة. دقق قائد الحصار في السيدة التي تخرج من المنزل المحاصر، لكنه تعامل بحذر حتى لا يفوت على نفسه فرصة مواتية للقبض على المجرم الأخر. وما أن رصد المخالفة تحرك مسرعا باتجاهها. كانت العباءة السوداء قصيرة بما فيه الكفاية لتظهر ما تحتها الكاحل قبيل الكعب، أقدام رجالية حادة تملأها شعيرات كثيفة لا يمكن أن تكون لسيدة. ما أن سمع الجاني الخطوات المتلاحقة التي تأتي خلفها حتى بدأ في الركض أكثر ليتخلص من قبضة الأمن التي أضحت أقرب من أي وقت مضى، لكن زمن الهروب قد ولى والضابط حسبها جيدا. توقف الزمن في منطقة الجفر، فالمسجل الخطر الذي أرق مضاجعهم تم الإيقاع به الآن. فلم يكفي التنكر في شكل امرأة برفقة مطلوب آخر قبل إلقاء القبض عليهما فورا، وتجسدت جرائمهما في قضايا شروع وترويع الناس وتهديدهم بالسلاح وإطلاق أعيرة نارية على مارة وسطو وسرقة مركبات من أجل مفاوضة أصحابها وغيرها من التجاوزات غير المألوفة في المنطقة الهادئة. برأيكم، هل كان هناك طريقة أنسب للجاني ومرافقه في الهروب من حصار قوات الأمن؟